مولاي، أنت مولانا، ما عاهدتك إلا قويا، لا يمكن أن تكون كذلك. لم يعد لي خاطر أن أغني أو أن أفعل أي شيء. يجب أن تتابعي يا ذات الخال، فهذا عملك. ومن أجل من يجب أن أتابع؟ إذا كان من أفعل ذلك من أجله مريضاً، ولا أدري أيقوم من مرضه أم لا، لا أمتلك القوة أن أفعل ذلك من أجل أي أحد آخر. أنا أحبه، أحب أن أغني، أتكلم وأتمايل، أحزن وأغضب فقط أمامه. هو بالنسبة لي ليس الخليفة، إنه رجل، رجل طالما افتقدته، ولا أريد أبداً أن يكون مريضاً. مريض؟ نعم، يقولون أنه مرض الموت وربما لن يقوم منه أبدا. لم نسمع بذلك من قبل. ربما يتكتمون على الأمر. هارون الرشيد يمرض؟ أو ليس إنسانا؟ لكنه هارون الرشيد، الرشيد أقوى مما يظن أحد. يا ابن الربيع، سأكتب بولاية الري وسجستان لجعفر بن الهادي، ما رأيك؟ جعفر يستحقها يا مولاي. يا أبا الفضل، اختم كتاباً ولي فيه الري وسجستان لجعفر بن الهادي، هيا.